برحب بحضراتكم وحلقه جديده واسبوع جديد من مساء الخير بعتذر لحضراتكم على التاخير الشويه الصغيرين دول لكن تعويضا لهذا التاخير واعتذارا مني ومن فريق البرنامج هتكون فقرتنا الحواريه هي بدايتنا النهارده وهنستثني الفقره الاخباريه حقيقي العديد من الاخبار هامه جدا ويمكن اهمها قبول وقف اطلاق النار ما بين اسرائيل وفلسطين والفصائل الفلسطينيه الان ممكن دي اهم حاجه برعايه مصريه ده اهم خبر كنت نفسي نتكلم عنه لكن الحمد لله انه هيتم وهيبدا تقريبا من الساعه 11 النهارده ده يمكن اهم خبر كنت مش عايزه استثنيه لكن اديني بلغته لحضراتكم فكره بقى ان احنا ضيفنا النهارده هو ضيف قيمه وقامه كبيره جدا ضيف من الناس اللي يوم فوزوا بالنقابه كانت تقريبا فكره ان انت تفوز بمنصب ما او ترشح المنصب ما ده شيء عظيم لكن لما يبقى فوزك هو بناء على اختيار ناس ناخبين ده شيء بيبقى فيه اكيد مسؤوليات كبيره جدا فكره ان انت نقابه عريقه نقابه فيها العديد من الاسماء فكره نقابه الصحفيين هي مش خاصه بالصحفيين اللي بيشتغلوا فيها كلنا بنبقى متابعين واهل لهذه النقابه قد ايه مؤثره قد ايه هي بتقود مراحل مهمه جدا قد ايه حتى سلالم النقابه كانت مؤثره في مصر في وقت من الاوقات عندي العديد من الاسئله وفكره مستوى الصحفيين فكره المستوى المؤسسات الصحفيه يمكن قبل مش هممني قوي الاداريات والمؤسسات و و لكن هممني جدا الجميع بيتكلم على الصحفيين ومهنيتهم وغيره امتى ممكن نشوف مقال مزيل باسم نقيب الصحفيين في الصحف المصريه آه، نقترب اكتر يوم ما فكر يترشح للنقابه وكان إلا في اول حاجه هيحطها على طاولته بعد الفوز او كانت فكره الفوز بالنسبه له وردة لحد فين عندي اسئله كتير جدا على النقابه وعلى النقيب وعلى ما يحدث الصحفيين الفتره القادمه الحوار الوطني ومشاركه النقابه فيه وده دور هام جدا من اهم الاتهامات اللي دايما توجه لمصر هي الحريات و حاجات كتيره جدا فدور النقابة فيها فعلا مهم جدا قبولهم ودخولهم في الحوار الوطني هيكون جزء من حلول قادمة كتيرة جدا هتكون أيضا أعتقد مسؤولية من مسؤوليات أضيفت على النقيب حي مسؤوليات كبيرة جدا لكن أثق في النقيب نقدها وخلونا نرحب بضيفنا العزيز النقيب خالد البلشي في حوار خاص النهاردة برحب بحضرتك يا أنا أعلم بحضرتك وشكرا جزيلا على المقدمة الجميلة هي أدتني أكبر من حجم ده أقل من حضرتك كتير لا بجد و... وكمان أنا شفت برنامجكم أكتر من مرة بس كل مرة عايز أقول حاجة واحدة ولازم أبديها إن أنا معجب بالتتر بتاعه قوي <applause> <applause> بخلاف طبعا المواد المهمة شغل اللي الناس بتقدموها بتقدموها ده شيء مهم ده ده مهم وبرنامج مهم انما تاني بشكركم على الاستضافه شرفتنا. أنا سعيد ان انا موجود معاكم بجد حقيقي وانا و... مبسوطه باللقاء جدا وسعيد سعيد اني موجود مع حضرتك تحديدا بشكر حضرتك سياده النقيب آه عندي اسئله كتير عندي استفسارات كبيره جدا خليني اقول لحضرتك دايما مش هناخد الحوار بالشكل المهني والرسمي قوي لكن خلينا نقترب من شخصيه النقيب اكتر من يوم ما شفت اسم حضرتك كمرشح لنقابة الصحفيين أكيد آه زي زي كل الناس أنا مش مش نقابية مش تبع الصحفيين لكن مهتمة لأن أنتم مهمين جدا وحابة أعرف فكرة بقى الحرب الشرسة اللي كانت تجاهك فكرة كل الضغوط اللي أنت تعرضت ليها بالرغم ده كملت الآخر وقت بمنتهى الثبات كان إيه أول حاجة في حضرتك وأنت بتعلن ترشحك آه ويوم فوزك يعني استقبلت الخبر إزاي؟ أنا عايزة بس أبدأ أن أشكر كل زملائنا في النقابة اللي هم عملوا انتخابات مهمة جدا اللي هم الطرفين كل من اختاروا اللي اختاروني واللي ما اختارونيش لأن الحقيقة كانت الرسالة الأولانية في أن احنا عندنا نقابة لسه حية وقادرة على الانتخاب وقادرة على أنها تجري منافسة انتخابية شريفة وعادلة و... وعشان كده الشكر بتوجه لكل الأطراف فيها بما فيهم المنافسين كمان في الانتخابات آه رأي انت حضرتك شفتي المشهد وشفتيه صعب بس انا الحقيقه انا اقول لك ان دي ربما هي اسهل منافسه انتخابيه انا خطتها مش مش عشان سهوله المنافسه مع الطرف الثاني لا اللي هي ما فيهاش عو ما فيهاش هجوم شديد انا تعرضت لمنافسات ربما اصعب داخل نقابه الصحفيين انما المره دي هي كانت في منافسه فيها قواعد اكثر عداله رغم بعض الملاحظات طبعا <applause> اللي هي التفصيليه اللي هي لها علاقه بفكره طريقه المعالجه الاعلاميه في وقت من الاوقات وده ده كله, كله كلام بس المهم داخل النقابه وداخل المؤسسات الصحفيه داخل النقابه وداخل المؤسسات الصحفيه احنا خدنا منافسه شريفه حقيقيه هي. على قاعده النقابه وعلى قاعده مبادئ نقابيه وعلى قاعده الصحافه نفسها ما شفناش تجريحات زي ما كان بيحصل قبل كده ما شفناش اي حاجه شفنا معركه انتخابيه او منافسه انتخابيه تليق بنقابه الصحفيين المصريين وبالصحفيين المصريين ده باحترام كل المصريين ودي حاجه انا شايفة كانت مهمه قوي كانت محتاجاها الصحافه احنا ممكن ردينا الامل لقطاع كبير من الصحفيين وردينا الامل لكثير من المصريين اللي هم فكره الانتخابات يعني اعادت الثقه خلينا نقول بشكل اكثر تفصيلا ان كان احد المرشحين امام حضرتك هو مرشح الدوله مرشح الدوله يعني كل الامكانات والمؤسسات تدعم وده مش غلط بالعكس فكره بقى ان نطلع بفائز يعد على المعارضه ده برضو لصالح الدوله سياده بالظبط انا بتكلم على كده عشان من هنا تكون منافسة انا شايف انها منافسه معبره عن نقابه الصحفيين طول الوقت عندنا م... م... متنافسين كل واحد على ارضيته بشكل او باخر قريب من مجموعة قريب ممثل للصحافة القومية ممثل لأول مرة بس هي الجديد بقى في انتخابات النظام الصحفية السنة دي ان لأول مرة نقيب من خارج المنظومة الرسمية بشكل عام اللي هي سواء مؤسسات قومية أو حتى مؤسسة صحفية كبيرة أو حتى من خارج المؤسسات الخاصة لأن أنا دلوقتي صاحب موقع أو كنت رئيس تحرير موقع صغير ياخد المنافسة دي وينجح فيه الحقيقه دي رساله مهمه، انا تقديري ان رساله مهمه الصحفيين نفسهم قرروا ان هم يقولوا ان احنا يعني ده كلام انا سمعته طول الوقت ان احنا جبنا واحد من العموم عموم الصحفيين بشكل عام، احنا عايزين حد يعني تعرض ل ما نتعرض له من ازمات وطرف فيها وحاسس بيها ده وح... ده كان ده ده ربما رساله تجعل كل الاطراف تعيد التفكير في مفهوم العمل الصحفي في مفهوم ان احنا كلنا كل مشترك في مفهوم ان كمان احنا عايزين ايه من النقابه؟ وعايزين ايه من الناس اللي بي... اللي بيخوضوا معركه النقابه؟ وعايزين ايه من الناس اللي جوه المؤسسات القوميه عشان ايه يحسوا ب... ب... بمشاكل الزملاء داخلهم. الحاله لما يحصل حاله انفصال بين اي مسؤ... قائد نقابي او او حتى مسؤول تحريري كبير وبين المجموعات بتاعته هذه رساله ربما اراد الصحفيين ارسالها بشكل عام داخل في الم... في ال... حضر الانتخابيه حضر. الاخيره مش عايز اقول حتى معركه كانت منافسه كانت منافسه منافسه عادله وشريفه وعلى ارضيه نقابه الصحفيين هل كنت تتوقع الفوز بالرغم من كل المعطيات اللي كانت موجوده؟ طب في البدايه انا الحقيقه انا داخل اخوض الانتخابات داخل أخد عشان يبقى في منافسه في انتخابات نقابه الصحفيين وده موقف الصراحه شريف من حضرتك و... وانا داخل و... و... وعلى ارضيه ان انا حتى كتبت ده بين ترشح قلت ان احنا من حق الصحفيين ان يكونوا ان يروا منافسه عادله مش من حقنا ان نسيب الساحه بلا منافسه آه لصالح اي طرف من الاطراف بالمناسبه ال... ال... وانا باخدها انا كنت شايف ان في حالة من من الغضب العام والرغبة في التغيير داخل النقابة واضحة للجميع فكرة إن أنا أفوز بها كانت ربما تخطر على بالي بس في الآخر أدرك أنها شديدة الصعوبة ليه؟ لأن زي ما قلت لك أنا جاي من بره مش عندي مؤسسة قومية هتدعمني ما عنديش مؤسسة حتى صحفية صغيرة بتدعمني الجزء الثاني انا عارف موقعي من إن, ان ربما يقلق الكثيرين وربما من خلال اداء قديم هم بيحسب عليا حتى او احمل جزء منه فبعض الصحفيين كان عندهم هذا القلق لكن كمان كنت شايف وضع نقابي يحتاج لرجه وهزه لانك في حاله من الجمود النقابي والصحفي محتاجه هذه الرجه والهزه قلت اخشها حتى اخش النقابه بمنطق احداثها بمجرد النزول مع الوقت وخلال مع مرور الانعقاد الاول الجمعيه العموميه العموميه اللي هي لم تنعقد احنا عندنا بان نجتمع بنص النصاب غالبا ما بتجتمعش الجمعيه العموميه ثم نجتمع بعد ذلك بربع النصاب وغالبا ده اللي بيحصل الانعقاد اللي بيحصل فيه انتخابات بعد كده بعد اليوم ده بدات اشوف ان الخريطة النخبي... آه ان الخريطه النقابيه الخريطه متغيره كثيرا وان حتى قطاعات اللي هي اللي أنا اللي كانوا المعارضين ليه بقوه مش معارضين بنفس القوه لا هم كمان جانب كبير منهم ربما لديه قليل من المخاوف اللي تحتاج لتبديدها جانب كبير منهم هو لا مش 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 ناوي صو... مش عايز عايز يغير هذا الوضع ايا كان من سيتم تغييره جانب تاني هو شايف فيا نموذج جيد جدا بس لديه مجموعه شويه قلق كده فمن من البدايه انا مدرك الموقع اللي انا نازل انا مش نازل عضو مجلس نقابه او رئيس لجنه حريات زي ما نزلت رئيس. قبل كده آه. انا نازل دلوقتي على موقع الممثل الاول للصحفيين او الممثل كل الصحفيين فده بيتطلب اليات تانية وانا راجل فاهم وحتى بمفهوم السياسه اللي انا اللي كان بعض بيعتبرها اتهام في خصني مفهوم السياسه هو النجاح النجاح انا لما جاي كنت بتكلم عن انتخابات حره ونزيهه في كل على كل المستويات بتكلم عن ناس بتختار ممثلها فلا يجب ان يعبر عن جميع الاطراف وان هو يحمل كمان الجميل لهم يحمل الجميل بانه يعبر حتى عمن عم لم ينتخبوه فانا كنت فاهم ده كويس فكره النجاح هنا ونجاح حتى رؤيتي م. النقابية أو حتى رؤيتي السياسية أو أعبر عنه هو نجاح أن أكون نجاحا في التعبير عن كل هؤلاء بتنوعاتهم المختلفة باختيار بأحلامهم المختلفة بكمان يعني ما يريدونه بشكل مختلف من الانتخابات والتوازن واحداث توازن بين كل ده وقت اعلان اسمك ويمكن شفنا بعض المزايدات كانت مش لطيفه يوم الانتخابات من بعض اللي يقال عنهم مسؤولين يعني شفنا بعض المشاهد ما كانتش مطمئنة قوي أو يعني طليق بانتخابات النقابة وقت ما بنقول الفائز على نقيبا للصحفيين هو خالد البلشي حضرتك استقبلت الاسم ازاي أول ملف حسيت أنه ده اللي بيبقى في... لا ده أنا هبقى نقيب عشان ده الحقيقة أنا الملف كان هم من الأول من من قبل ما من قبل الاعلان من بدايه الترشيح من الترشيح ان انا حاله النقابه م. ده كان بالنسبه لي هي الملف رقم واحد اللي هيفك ملفات تانية كتير هيفك بقى ملف الأوضاع الاقتصادية هيفك ملف الحريات على الأقل هنطرق الأبواب في كل هذه الملفات لكن شيء رفع ما سميناه الكفن أو النقاب اللي فرض على نقابة الصحفيين وأخفاها عن الناس لفترة طويلة إعادة الروح للنقابة وإنها تحولها إعادتها كبيت حقيقي للصحفيين بتستقبلهم بتحتضنهم حضرتك كنت بت حريص على الفطار الجماعي اللي بيدعو كل الصحفيين آه كنت بكل أطيافهم بالظبط حريص عليه وحريص على كمان ان الناس يخشوا يخشوا ده بيت فيجدوا فيه كرسي كويس يجدوا فيه خدمه كويسه يجدوا فيه استقبال جيد بيهم فده ده كانت البدايه الاساسيه فلحظه اعلان النتيجه الحقيقه طبعا انا عرفت قبل الاسم متعلم بشويه طبعا انما في الاخر المفاجاه ما كانتش مفاجاه من بداية اليوم لان انا كنت قاعد انا انا ارى الناس اعرف اقرا الناس وهي داخله وارى قطاع كبير من اللي دخلوا وهم بيبصوا الناحيه الثانيه لما يشوفوني وانا عارف ان هم داخلين ينتخبوني اللي هو يرفض ياخد الورقه بتاعتي عشان ما يحملش نفسه ما لا طاقه انا تلا. والستاره وخلاص آه إن... انا والصندوق عارف آه يعني بعض الزملاء كنت بقول له ايه لا بص ما تديش دول واحنا ب... احنا نسلم عليهم ونرحب بيهم دول زملائنا ما تحرجهمش. ده كان كان جزء من المشهد وده جزء من المشهد تعبير انك في لحظه من اللحظات بعض الناس يقول لك أنتخبك بس يعني ما تحملنيش طاقه ان انا آآ 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 الرأي يعني ادعي لك وده حقه بالحقيقه وده جزء من الانتخابات فده جزء من الفكره الحقيقه بس ساعه اعلان المكسب احسست ان هناك نوع من رد الاعتبار للجمعيه العموميه. رد الاعتبار لفكرة الانتخابات رد الاعتبار كمان لشخص أنا مدين له بكثير من الواجب وكثير من ال... يعني التعلم وكثير من 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 يعني ايه نقابه صحفيين هو الاستاذ يحيى قلاش. ما هو ده برضه هيخلينا اتوقف آه. ده برضه كانت بدرة ممكن تبقى مخيفه شويه بما انك محسوب طبعا على استاذ يحيى قلاش وفكره انك احنا كنا شركاء في كل شيء الحقيقه فتره نقابته كانت فيها فتره تقريبا نقابه محجوبه وده شيء برضو لو انا مكان الصحفيين اللي بينتخبوا في الوقت ده خاف انا عايز نقابه حيه عايز نقابه موجوده عايز نقابه تساند وتسند وتكمل وتساعد لكن فترته كانت فتره فيها النقابه محجوبه ما خفتش ان استمر. بارتباط الاسم ان يبقى يعني ده يبقى عبء عليك او يبقى ابعاد يبقى... يبقى... لي. لا الحقيقه يعني انا ساقدم شهاده مختلفه عن فتره الاستاذ يحيى فتره الاستاذ يحيى هي فتره نقابيه حقيقيه ممكن اختلف في بعض تفاصيلها بس الحقيقه هو كان حريص على ان تكون هناك نقابه في كل تفاصيلها. ربما هناك مشهد وحيد تختلف او نتفق عليه هو مشهد الاقتحام وما تلا من رد الفعل، بس الحقيقه حتى بعد هذا المشهد كان الحرص على احياء قيم نقابيه مهمه في طريقه التعامل مع ملفات الفصل التعسفي في طريقه التعامل مع ملفات الحريات في طريقه التعامل مع ملفات الاوضاع الاقتصاديه وكان لكن هناك عزل النقابه عن الدوله لو إيه لو لا احنا استعملنا يعني لا لا كلام صريح الحقيقه ان لو الناس شافت المشهد الاولاني احنا قبل الازمه احنا كنا بنحتفل باليوبيل الماسي تحت رعايه الرئاسه نقابة الصحفيين وكان معرض النقابه يعني كانت حريصه على انها تحيي اليوبيل الماسي بالطريقه دي كان عندنا علاقة مستمرة على مستوى كان عندنا أكبر دعم حصلت عليه النقابة في تاريخ نقابة الصحفيين للأنشطة وغيرها كان عندنا يعني كان كل شيء كنا بقى الأهم كنا بنخوض كل الملفات يعني بما يحفظ حقوق الصحفيين وكرامة النقابة وعدم يعني في إطار من التفاوض الكريم مع لو سألت المختلفة. حضرتك ويمكن دي كانت الإجابة أقرب نقيب في النقابة طول سنينها لحضرتك أو شايف أنه كان نموذج يحتذى به بصي أنا دايما هبقى من حظ اللي برضه ال... نفس الإجابة مش عشان حاجة لأن احنا كنا شركة في كل شيء مش هكذب عليك يعني في الآخر حتى في أزمة النقابة ربما أنا حملت الجزء الأكبر منها لأني لأن كنت رئيس لجنة الحريات وقتها إنما أنا عندي نماذج مختلفة كلهم أنا تقديري إن هم تجربة واحدة استاذ كامل زهيري نقيب النقابة استاذ جلال عارف وهو نمو وهي انتخابه يعني يشبه انتخابي تقريبا يعني اللي هي فكره اللي هو داخل ضد مرشح, مرشح دوله مرشح دوله بيتم التخويف منه بشكل كبير بيقولوا ان الخدمات هتقف بيقولوا ان تعامل الدوله مع... مع النقابه مش النقابه كل ده حصل ومع ذلك نجح الاستاذ جلال وكل شيء استمر وكانت افضل فترات التعامل مع الدوله أنا تقديري ده تكرر مع الأستاذ يحيى علاش في في وقت انتخابه لولا أزمة النقابة لأنه في الفترة الأولانية بردك قدر يحصل على يعني كل المع... كل قضايا الصحفيين كانت مطروحة بجدية شديدة وكان بيحدث فيها مكاسب لولا أن جاءت يعني الاقتحام وده طبعا محتاجة لتقييم كبير أنا هكون منحاز في التقييم لما خاضته النقابة بس في الأخر دي تجربة مه... هي متد... هي طي... انا تقديري انها تجربة واحدة ممتدة ما بين كل هؤلاء. في جانب بقى من كل النقباء هتلاقي فيهم حاجة مختلفة. ربما اتوقف عند جانب انا انا علاقة العقل... انا برضه كنت في مجلس الاستاذ ضياء الاول. م. مرحلة ف... اللي هي كانت قبل دي. اه اللي ف... هي يعني. ملاحظات على الاداء وفي نفس الوقت آه يعني اعرف كثير من التفاصيل الخفية اللي خاط فيها الاستاذ ضياء آه يعني آه ح... آه المعركة بطريقة مختلفة يعني مع بعض كمان في حاجات كتير آه انحاز فيها لاختيارات مختلفة رغم ان البعض ما, ما شافهاش آه فانما هتلاقي في آه كل نقيب ده. كل واحد فيهم عنده ميزة ما انا حريص ان لو قدرنا نعيد احيائها هيبقى شيء مهم جدا كل ده ممكن يبقى يعني تجارب خلاص انا شفتها فمش هدخل في أي أماكن قريبة منها واكمل باستفادة من ده اكيد انت حضرتك اكيد انت بتستفيدي من كل التجارب السابقة أكيد الـ 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 الانسان العاقل يعني بس المهم ما تهزموش التجارب السابقة يعني ما تبقاش تبقى الاستفادة مش للتخويف صحيح تبقى الاستفادة مش لأنك تخليك تجبن عن خوض قضايا بعينها عشان أستحق... شفت اللي حصل لان المجد. اه لان الحقيقه لابد ان تاخذ ال... كل القضايا بما ب... بقيمه نقابه الصحفيين وبقيمه من تمثلهم احنا في الاخر انا مش بمثل ناس عادي انا في الاخر الناس بتتكلم على خالد البلشي مش دلوقتي لان خالد البلشي ده حاجه كبيره ومهمه لا خالد البلشي ده ممثل ناس مهمين وممثل قطاع من المهم لما الناس قطاع المهمين... صنع الراي العام في هذا المهمين دول قاده الراي العام لما يختاروا قائد يبقى اكيد بقدرهم يعني أكيد أتمنى يعني. أن أكون بقدرهم ده بقى اللي أنا لا حريص عليه حال الصحفيين سيادة النقيب مش بتكلم هنا عن حال مؤسسي إداري بتكلم هنا يمكن على مهنيا أكتر وخلينا أقول لك أنا كناس ومتابعين يهمني قوي لأن في يعني حالة مش ناس مش مبسوطة قوي بحال الصحافة بأداء الصحفي الفترة ولا, فيها. ولا احنا مبسوطين حظيم يعني ولا احنا مبسوطين بحالنا ولا احنا مبسوطين بحالنا لأن حالنا ده انعكاس لحاجات كتير قوي. والحقيقه انعكاس لعدم قدرتنا على اننا نؤدي مهنتنا بالشكل الواجب. لا ده لازم نكون صرحاء في ده. كده وده بقى بي بينعكس على كل التفاصيل اليوميه يعني لما انت ما تبقيش قادره تتحركي في كل الملفات بالشكل الواجب ف حاله من, من من التكاسل بتنعكس بعد شويه على الاداء بتنعكس على المهنيه بتتراجع كل الاشياء. ف فعشان حتى انها جزء من حملة الانتخابيه انا بتكلم ان احنا حريتنا <applause> وقدرتنا على التعبير عن الناس هي قرينه بمهنيتنا وقرينه بقدرتنا على الحساب كمان لان في الاخر لما يبقى عندي تنوع مختلف ده معناه انا دايما كنت بقول لهم انا مش انا وانا وانا في حتى وانا في موقع المعارضه او في موقع مختلف او في انا ما بقولش الحقيقه انا بأنقل الجانب الذي اراه من الحقيقه الحقيقه بتتكامل بكل بتفاصيل تنوع عريض فيها الحكومي والخاص والمستقل والمعارض لما يبقى كلهم موجودين وكلهم عندهم قدرة على التحقق هيبقى في تنافس بيننا جميعا التنافس ده بقى بيبقى تنافس على الحقيقة تنافس على السبق الصحفي تنافس على المهنية حتى تنافس على تطوير الصحفي وتطوير المحتوى اللي احنا بنعمله فتكتشف واقع مختلف لما تلاقي حالة جمود شامل فالنتيجة لا شيء النتيجة ان انت لما بتطلع بنطلع عناوين متشابهة لما تطلع عناوين متشابهة عناوين خاطئة ودي الأسوأ خلاص ما هي الفكره ان ما فيش تنافس على اي حاجه دور احنا... حضرتك ايه في تغيير ده انا دور انا محتاجه نحن احنا... اه... احنا كنا لسه بنقول ما نختار حضرتك من قاده المجتمع وقاده اه. الراي العام وناس ورسالت ورسالتهم بتقول ان احنا عايزين رسالة نغير ده بالظبط ايه القادم؟ ايه ايه اول تحرك لحضرتك علشان نفك هذا الجمود ونروح للافضل؟ القادم البدايه هي تفاوض على كل ذلك وتفاوض على قدرتنا على التعبير عن الناس وتفاوض على قدرتنا على ان نتحرك بمساحات حريه اوسع الحقيقه عشان نبقى واضحين يعني. بخلاف طبعا الاوضاع الاقتصاديه التي يجب ان نتفاوض عليها بشكل واضح بخلاف الاوضاع المهنيه تدريب مهني حقيقي عشان الخروج من الازمه دي. احنا بصي هذه ليست التجربه الاولى التي تمر بها الصحافه المصريه. دي تجارب متعدده مرت بها الصحافه المصريه بالحاله اللي احنا فيها. وهي قرينه بالجمود، قرينه بتراجع مساحات القدره على التعبير او الحريه عشان نبقى واضحين، قرينه كمان بي بي على طول بي بيتلازم معها تراجع مهني لان اول ما تحس ان انا هعمل حاجه ومش مش ضامن انها تصل للناس او تعبر عنهم بشكل حقيقي حاجة بتتراجع، لما يبقى المساله تتحول الى ان انا بنشر صحافه بيانات الدنيا لابد ان تتراجع. عشان نبقى واضحين لما يبقى في مساحات التنوع بتتراجع في المجتمع بتتراجع فانت قدامك انت امام معركه صناعه الصحافه بشكل عام قدام معركه اعاده الاعتبار لمهنه الصحافه واعاده الثقه فيها لدى الجمهور العام الجمهور هيثق فينا امتى لما نبقى قادرين نتكلم باسمه بشكل حقيقي طبعا ده جزء منه وده يلزمه تطور مهني يلزمه تنافس على الشكل وعلى المحتوى وعلى القدرة على التعبير عن الناس ده ده, ده, ده عارف أستاذ خالد أنا بقيت الفترة الأخيرة وخاصة طبعا في المواقع الإلكترونية واللي بقت مرعبة أنا بحس أنا بقت خطر على الصحافة لما بتشوف مم... يعني حد نازل باسم جريدة كبيرة كموقع وهو غير مؤهل بالمره للتعامل اصلا ولا لاسئله ولا ومفتوح وب... له بس مباشر ب... مش عايز اقول يعني ب... باوقات طويله، ده شيء خطر على يعني شايفه ده معركه التنظيم ومعركه الضبط المهني، دي معركه مهمه وكمان آه يعني مش عايز الف وارجع على... انا أصلاً انا هتلاقيني ب... نتيجه انحيازات مختلفه، هتلاقيني بلف وارجع على فكره القدره على التعبير إيه باختصار شديد، هقول لك حاجه زمان كنا لما يجي ازمه دايما تطلع حاجه اسمها الصحافه الخ... الصحافه الصفراء الصحافه الصفراء دي هي قارينه ان انا دي الموضوعات اللي هتخلي الناس تقرأ او هنبيع الناس هنبيع الصحافة ازاي هنبيع الصحافة بحاجات مختلفة هنبيع الصحافة بان احنا بنعمل موضوعات مثيرة وساخنة وليه الحقيقة ديت تعبير عن ازمة مهنية اول ما تيجي فترة الصحافة تقدر تتكلم بشكل حقيقي وف... فبتلاقي احنا بنتنافس على ارضية مين هيسبق ايه في الخبر الذي يهم الناس اكتر مش بصورة اكثر اثارة ولا بعنوان اكثر اثارة ولا بعنوان فيك فكره هنا الترند او اللي هو تحول بعد, بعد كده للترند هي دي الفكره مين اللي بيحكم اللي يهم الناس اكتر انا عايزه اقول لك هم اللي بقى بيعملوا الناس اللي بيحكموا ده هو اللي بقى بيعمل لي انا ما الاقي فنانه مغموره عندها قضيه من 23 سنه او حاجه وكل المواقع بلا استثناء عندها ليل ونهار يبقى هنا المواقع هي اللي عامله مش لا. الخبر اللي مع... مش الخبر اللي عامل طب ما ما بتعمل ليه؟ ليه كلنا انشغلنا بحته دي؟ ده سؤال مهم اه لان في حتت كتير مش عارفين نتكلم فيها عشان نبقى واضحين بس <applause> هي كده هي يعني انا انا مش مش هنكذب لكن علامة. مش لدرجه التفاهه يعني ما هو التفاهه قرينه القرينة قرينه بده انا بقول لك احنا زمان بص ارجع ده في تاريخ الصحافه بس الت... بس التكنولوجيا بتختلف خلاص من وقت آه طرق اخرى طرق التكنولوجيا بتختلف زمان اول حاجه لما بدات في في شغلي انا بدات في التسعينات كانت الاهم كانت الحاجه الاكبر هي خناقه الصحافه الصفراء بالزبط. والقبرصيه اللي هي فكره كل هتروح تلاقي صفحه كده فيها صوره عريانه وعناوين مثيره عن الفنان الوزير اللي مسكوه في حجره ما مين فتكتشف ان هو وزير في السنغال او وزير في دوله مش موجوده بعيده جدا بس هو العنوان مثير فيك تماما عن قضيه يعني ربما أنا غير موجوده من بكره لما يبدا الحوار الوطني في آه فتح باب لكل وسائل الاعلام وده خبر كان عظيم من ضمن اهم الاخبار اللي كانت معايا النهارده بالزبط. فتح باب الكل المصريه والعربيه والدوليه. لما تبقى القضايا الحقيقية شايف هياخدنا من القضايا دي؟ طبعا طبعا لان الخبر السخون هتنتقل لمنطقه ما يهم الناس. مم. هنقل الناس السخونة الناس حابه تعرف الحوار بزا... الوطني فيه. لا حابه تعرف وماذا بقى لنا سنه دلوقتي ايه اللي هيثمر عنه؟ ايه اللي هيشوفه في؟ ال... حابه تشوف نفسها. حابه تلاقي حد بيعبر عن احلامها ومشاكلها وهمومها وبيثقفها وكل وب... ده. دي معادلة مكتملة، فأنت أول ما تنقل أول ما يلاقي مساحة جادة أنت قادر تعبر فيها وتنشر لكل وتنشر خبر مقال بيتكلم عن أوضاع مختلفة، وتنشر السيد عمرو موسى قال البدراوي قال هتلاقي السخونة نفسها أو فكرة الخبر الإثارة بتنتقل من مرحلة اللي هي الابتزال لمرحلة الجدية. مش هيبقى إن كلب يعني هنا عايز تقول إن, إن المعطيات عادل... اللي عندي هي كده لا المساحات قدرتي على التعبير اللي كده أنا اول ما تتسد في وشي تعبير عن المساحات اعبر فيها بنتقل لاي حاجه تجيب قارئ طبعا ده ده عيب ده ده مش مش دفاع عن عن الموضوع بس معنى ان انا فقيره اروح اسرق ما آه هي انا حاسه ان هي مش بعيد يعني هي هي هل عشان انا فقيره آه اي حاجه الاقيها خدها مش هي هي لان في الاخر انا مهنه بتاع اقول لك حاجه انا انا مثلا في السينما في الفتره اللي فاتت في الفترة اللي فاتت تراجعت جدا 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 كان عندي مثلا انتاج سينمائي هائل وعظيم وفيه كل حاجة فجأة توقف الانتاج السينمائي العظيم ده لأسباب أشبه باللي بيمر بها الإعلام بقى فكرة إن حد ينتج فيلم ده ده شيء إيجابي لأنه معناه إن عندي قطاع واسع من الناس اللي بيشتغلوا على المهنة دي هيستنوهم ياكلوا عيش هيستمر ده فجأة أنت بتحاول أكل عيشك لأ طبعا انا انا ضد هذا الوضع بس كمان لو ما شفتش اعراض الوضع السابق عشان احسن عشان اتجاوز طبعا ده بقى يلزمه كمان ان انا اعيد النظر في المهنيه او في التدريب المهني ارد الاعتبار لفكره المحاسبه داخل نقابه الصحفيين بحيث للميثاق الشرف الصحفي وضوابطه ده كله محتاجينه طبعا بس انا بقول لك كمان جزء كمان عشان تكمل الصورة لو عملت كل ده معناه برضك انك ستظلي امام مهنة مغلقة لا تعبر عن الناس ان تعيد الاعتبار للمهنة بان تستطيع التعبير عن الناس اول ما تستطيع التعبير عن الناس بنشر همومهم اللي هي عمرها مش بنشر القضايا الحوادث خلينا بقى يعني اكثر دقه مش بنشر حوادث فقط بدورها بقى دورها الكامله ده بقت حوادث, حوادث انا بقيت. بينعكس في دور واحد دلوقتي انا بشوفش حاجه المواقع حوادث بادوارها الكامله ادوارها التثقيف والتثقيف السياسي والاجتماعي والتنموي وبكشف مواطن الخلل في المجتمع وبيكشف مواطن الجمال كمان فابقى قادر ان انا اعمل كل ده ما اعملش حاجه واحده مش مفروض عليا اعمل حاجه واحده معلش يعني الحقيقه ان احنا عشنا فتره طويله فرض علينا ان نقدم شيئا واحدا لا فرض يجوز علينا أن فرض. يفرض على نقابه الصحفيين لا مش فرض فرض على الصحافه يعني كمان طيب. والحقيقه النقابه كانت جزء منه وكانت وصمتت على ده م. وما حاولتش تتفاوض على على مساحات اوسع من ده الحقيقه دلوقتي انا تقديري ان المناخ يستوعب هذا التفاوض يستوعب خطوه للأمام يستوعب ان الصحفيين حتى استخبار رسائل الصحفيين اللي حصلت في الانتخابات الاخيره يستوعب احنا الرسائل التي قدمت عشان برضك نكون عشان نكون موضوعيين بس هل الناس مهتمه اكتر أه؟ حاليا بالصحفيين والصحافه والنقابه بالظبط فوز حضرتك عمل صحوه للجميع مش للنقابه فقط حتى اكون موضوعي كمان الحقيقه الرسائل القادمه كمان من الدوله في بعد الانتخابات كانت رسائل ايجابيه صحيح يعني الحقيقه منذ اللحظه الاولانيه تم تواصل مباشر عشان وده كان هيكون سؤالي متى تم التواصل المباشر بعدها بعد, بعد اعلان اسمك بشكل رسمي بعد اعلان النتيجه بشكل رسمي باقل من 10 دقائق. تم التواصل ألف مبروك احنا حريصين على نجاح التجربه دي. فده كانت رساله شديده ايجابيه، بعد كده رسائل ايجابيه اخرى على كثير من الملفات منها الافراج عن زميلين من المحبوسين رفع الحجب على احد المواقع الاعلان عن ان المكتسبات الماليه الصحفيين هيخدوا ستستمر ستستمر بزياده آه. ان النقابه وفتحها ما جالناش يعني كان كان شيء مسار اعجاب مش مسار استهجان الدعوه لاشياء دعوه النقيب مش خالد البلشي دعوه النقيب لان نقيب الصحفيين للفعاليات الرسميه ده رساله بتقول ان احنا لسنا في بعد خصومه بعد بعد فوزك بايام كان افتح المركز الثقافي الاسلامي لا قبلها قبلها كمان كان كمان في بايام قبلها كان أبلها. يوم المرأة كان يوم المرأة الاحتفال بيوم المرأة المصرية اه وحضرتك دعيت بشكل رسمي كمرشح كمرشح للنقاب كان كنقيب للصحفيين م. فده فده معناه هي كانت رسائل الرسائل كمان كانت نحن حريصين على ان تنجح هذه التجربة ده ك وحتى الان لم يعني يعني الموضوع بشكل عام محمل بهذه الرسائل اتمنى ان تستمر اتمنى ان احنا نبقى قادرين كمان على التعبير عن عن الزملاء والحقيقه لم نقدم الا حتى الان انا اقدم ما قلته للصحفيين او احاول ان اقدم ما قلته للصحفيين ان احنا هنفتح كل الملفات في تفاوض جاد حوالين الحقوق والحريات الكلام عن الحقوق والحريات هنا هنتكلم عن الحوار الوطني أوه. وهجم كثيرا انضمام النقابة ومشاركتها للحوار ده أكيد هيبقى نقطة مهمة جدا أنتم من أهم الملفات الشائكة حقيقي اسمح لي بس أنا أخذ فاصل نرجع نسمع من حضرتك أكتر عن هذه المشاركة وأهميتها للنقابة وللحوار الوطني لأن أكيد الطرفين هيستفيدوا من ده فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم ويمكن حوار كنت بستناه منذ ترشح سيادة النقيب خليكم معنا وهنرجع نكمل